السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، بغيت نتقاسم معكم الحريره المغربيه، حريره الطريقه ديالي. كل شيء كيعرف حريره ولكن كل واحد وطريقته. المهم غنشارك معكم كيفاش كنصاوب انا، كتجي زوينه وكاع اللي داق عندي كيقول لي حريره معتبره. المهم البنات، فيها غادي نديروا فيها القزبر والمعدنوس مقردين، كنقردهم بيدي بقرادة. كناخد العدس مرطب كنرطبو، غسلو كنرطبو شوية. عندي الكرافس كان عندي في الفريكو مجمد، عندي طريفات ديال اللحم، اللحم مقطع بالشحمة ديالو، عندي اللحم مص مفسخ، عندي البصلة محكوكة بصيلة صغيرة محكوكة، وعندي هنا شوية ديال الشعرية، وعندي هنايا الفورس. كل واحد، وانا غندير هاي كميه قليله، كل واحد كيتمشى على حسب الكميه اللي دير ديال الحريره. عندي تما عندي خرقوم بلدي، عندي البزار، عندي سكنجبير، عندي الملحه، وعندي شويه ديال القرفه، شويه ديال القرفه. هنا عندي السم الحار، وعندي مطيشه الحك، عندي زيت المائده. وهنايا خديت مطيشة قطعتها ودرتها تسلق شوية، غير شوية. المهم خديتها جوج مطيشات ودرتهم يتسلقوا، وغادي نطحنها. طحنتها وصفيتها حيت لها زريعة، وزدت صلصة الطماطم. وغادي دابا ندوزو غادي نصبو الحريرة. غناخدو، انا خديت غير هاد الجميلة هادي، المهم كطيب لي الدغيا وكطيب الحمص، وهذا اللي ما المهم اللي ما كيطيبش ليه الحمص دغيا يدير الكوكوط. انا خديت هنايا البصله، غندير كاع المهم كل شيء اللي المقادير وكل شيء كاع العطريه اللي عندنا كلها غنديرها في هذه الجميله. وغادي ندير كل شيء فوق الوطه يتقلى. والاول انا كنقلي الحريره، كاين اللي ما كيقليهاش، كاين اللي كيجي ويدير كاع المقادير وكب عليهم الماء وتيسد الكوكوط وتيخلي كل شيء طيب. انا كنفضل نقليه هو الاول، تقلى شويه وكتجي زوينه بحال هكا ملي كتقلى كاع البصله واللحام ومع العطريه شويه، كتجي بنينه احسن من يعني نكبوا الماء ديريكت ونديروا هاد الطيب. هانتوما كما كتشوفوا البنات، غادي نزيد هنايا العطريه، عدس، صافي. كنخليو الشعريه هي الاخرى، الشعريه، وكنخليو الفورس حتى هو هو الاخر اللي غندورو به الحريره، وكنخلي شويه ديال القزبر، كنخلي شويه حتى هو تنديرو حتى الاخر. ما كندير شويه في الاول ولكن في الاخر كندور، ملي كندور الحريره ونسالي تندير شويه القزبر في الاخر، كيجي حتى هو زوين، كيعطي البنه ديالو كيجي زوين. شتو دابا روينا بالمطيب، درنا المطيب ضروري المطيب، وصافي كنسد على الجميله حتى يطيب لينا العدس ويطيب الحمص ويطيب اللحم، ضروري هادو اللي خصهم يكونوا طيبين. دابا كندور في الفورس باش ندور الحريره. نتوما كتشوفوا دابا يا ملي طاب لي الحمص وطاب، المهم قلبتو بلي العدس طاب والحمص واللحم طاب. دابا غادي ندير نزيد شويه ديال لاصوص طوماط، صلصه الطماطم، غادي نزيد حتى هي واحد شويه حيت ضروري الحريره هي مطيشه. الا كانت مطيشه مقويه ودا راه كتجي الحريره زوينه، كانت مطيشه قليله راه الحريره كتجي حتى هي قليله ما كتجيش زوينه. المهم هنايا غادي نزيد
نزيد الشعريه انا كنحرك باش ما تلصقش لينا لتحت. من بعد البنات غادي نبدا دابا ندور في حريره، غادي ندورها فورس. انا الفورس واخا كنحركو مزيان وهذا كنعاود نصفيه في الصفايه باش تكون متاكده ما فيش كويرات وما مكورش ليا، وكنبدا كنحرك في الحريره ندور فيها. وانا كنخليها شويه جاريه، ما كنبغيهاش تكون ثقيله، كتجي ثقيله ملي كتكون الحريره ثقيله كتجي ما كتجيش زوينه بزاف، كخفيفه. وكنبقى نحرك بشويه بشويه باش ما يتلصقش ليا فورس لتحت، ما يبطش ليا فورس ويتحرك لينا الحريره. غادي نزيد دابا يا مطمع التحرك المستمر، نبقاو نحركو. شوف البنات كيفاش كتجي زوينه هاد الحريره. هادي هي الحريره المعتمده عندي من زمان، كاينين بزاف ديال الطرق، كاينين بزاف ديال يعني راه موجودين طرق بزاف، ولكن هاد الطريقه هادي هي اللي كتجيبها الحريره. انا بعدا كتجيني الحريره بها زوينه، واللي دقه عندي تيقول لي حريرتك زوينه. المهم هنايا زدت هنايا القزبر مقرط، كنزيدو في الاخير وانا كنحرك، كيعطي واحد البنه زوينه في الحريره، كتعطي ريحه القزبر في الحريره. المهم هادي الحريره ديالي، غنبقى نحرك فيها باش ما تلصقش ليا، تتحيد الريحه ديال المهم ديال الفورس اللي درناه في الاخر. هيا كنتمنى البنات تكون عجباتكم الحريره ديال اليوم، واللي باقي ما تابوناش معايا تابونا وديروا لي واحد لايك وخليوا لي واحد التعليق يكون زوين. وهانتوما حريرتنا كنرافقوها ضروري بالبيض مسلوق وشباكيه تمار. كان المهم درت معاها شويه ديال المسمن بالخضره، معمر بالخضره، حتى نحطو لكم تاهو في الحلقه الجايه. شوفوا كيفاش كتجي زوينه، حريره معتبره. كنتمنىكم تجربوا الطريقه، وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم وعلى الاشتراكات ديالكم وعلى تعاليقكم الزوينه. ومع السلامه.